إلى قطاع التربية، حيث نفذ تكثل النقابات وعده وشل المدارس التربوية عبر الوطن. إضراب أخلط أوراق التلاميذ وأدخلهم في دوامة جديدة. نتابع. في جو بارد وماطر ينتظر تلاميذ متوسطة رابح بونار ببلدية دال إبراهيم في العاصمة تأكيد إمكانية الدخول إلى المقاعد من عدمه بعد مرور الساعة الأولى عن الدخول العادية. الماما يشدونا خاطش البرده وبرا وانا الكاين يسكن بعيد ما كاشكش يحل دارهم. خرجونا قالنا حول الدار دبروا راسكم ما تدخلوش. علاش قعدوا داخل الساحه؟ علاش؟ ما جاو الشيوخه. إضراب 21 جانفي الذي دعت إليه نقابات التربية أدخل التلاميذ في دوامة أخرى عنوانها التأخر في البرنامج السنوي. لقاش البيا ما كاش كيف نجوز البيا بلا القراية. ما مقيناش 8 لتسعة. خاطش الشيوخ كاين اللي جاو كاين اللي داو كاين اللي ما داوش. أساتذة منهم من أضرب ولم يدخل قاعات التدريس، ومنهم من لم يحضر أصلا للمدارس في وقت وجد المدراء أنفسهم ما بين نارين. التلاميذ كلهم يقراو أبار قلت لك أستاذة واحدة اللي دات الإضراب، احنا ما عندناش، ولكن العواقب تاعها ربما تكون لما تكون التلاميذ يبقاو في الساحة ولا يكون الأقسام وما عندهمش التعطير وما عندهمش كذا وما عندهمش كذا، يعني تكون فيه تأثير من الناحية الانضباطية للتلميذ، ربما احنا حتى عندنا قادر نروحوا حتى لأخطر الحوادث المدرسية اللي ربما من بعد ننمو عليها. قبضة حديدية إذن سيعرفها قطاع التربية بين النقابات والوزيرة بن غبريطة، فالأولى تدعو لحوار جاد والأخيرة تعتبر خرجة الأساتذة تهديدا صريخا، فمن يضمن حق التلاميذ؟